اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه كنديرها مره لوجهي. صراحه رأيي انا راه ماشي خبيره تجميل ولا مهم عندي ما، ولكن راه اللي كنستعملها لوجهي ولا اللي كنستعملها انا، راه كنحاول نشاركها مع المتتبعين الكرام، واكيد راه غادي يبان لكم الفرق من اول استعمال. كما كتشوفوا المقادير ديال هذه الوصفه، غادي نحتاج معلقه ديال الشوفان، معلقه صغيره ديال الشوفان، وجوج معالق ديال النشا، والماء ديال البطاطا. حكيت بطاطا وعصرتها وخديت داك الماء ديالها تقريبا واحد جوج معالق ولا حتى ثلاثه د المعالق، وبياض البيض. انا كنستعمل البياض البيض لانه على حساب المسامات، باش بغيت المسامات يعني المهم على حساب المسامات انا كنستعمل بياض البيض. راه اي وصفه انا كنديرها كنستعمل بياض البيض، ما كنديرش صفار البيض. غادي ناخذ واحد زليفه صغيره باش نخلط هذه المكونات، وغادي نعزل صفار البيض، ومهم صفار البيض بوحدو وبياض البيض بوحدو. صراحه هذه الوصفه هذه زوينه بزاف بزاف وكتعجبني. المهم كنديروها مره في السيمانه حتى جوج مرات في الاسبوع. وغادي ناخذ هنايا النشا، غادي نعبر بالمعلقه صغيره. غادي ناخذ عفوا الشوفان، شوفان مطحون، وغادي ناخذ جوج معالق ديال النشا. هنا راه عمرت هذيك بزاف، دونك ناخذ جوج معالق صغار ديال النشا، وعصير ديال البطاطا، يعني الماء ديال البطاطا. انا شديتها حكيتها وعصرتها مزيان. المهم انا خديت ثلاثه د المعالق. غادي نخلط هاد المكونات مزيان 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 مزيان. هنا غادي نخلطها مزيان مزيان، وغادي نوضعها لوجهي. راه انا هادي مديروش على ديك الشعكاكه وديك العكسه، المهم ديروا على الوصفه عافاكم، ركزوا على الوصفه. المهم هنا غادي ندهن مزيان وجهي كامل. ضروري العنايه بالبشره، ضروري لي ماسك، هكا لي ماسك طبيعيين في البيت زعما صراحه ضروري، ما عندوش الامكانيات. الماسكات عاديين راهم قاضيين الشغل. المهم غادي نطلص وجهي كامل. وغادي ناخذ كاين اللي غادي يخليها هكا، انا افضل انكم ديروا سلوفان وتغطوا به الوجه. بحال انا نوريكم الشكل كيفاش وشوفوا كيفاش كندير، يعني كنهزها من سميتو كنطلعها الفوق، يعني الماسك كنمشي الشيتا كنمشيني، يعني ما كنبقاش نخلط في وجهي، يعني كيمشي على اتجاه واحد. وغناخذ هكا السلوفان، وغادي بغيتو تخليوها هكا راه كتكرمع الوجه، انا ما بغيتهاش هكا، بغيت هكا احسن السلوفان. غادي نخلي نتقبل العينين ملي نشوفو نيفي ملي نتنفس. المهم ديروا بحال هاد الطريقه هادي، غطيو وجهكم بالسلوفان وخليو حتى لعشرين دقيقه. كي دوز عشرين دقيقه راه غادي تحيدو وتغسلو وجهكم عادي بالغاسول اللي كتغسلو به وجهكم اولا بالصابون صافي. وغادي ديروا له شي بوماده ولا المهم ما عرفتش شي كريم للوجه، بوماده المهم كريم. وهكا وغادي نخلي واحد لعشرين دقيقه. صراحة ترى كتبان النتيجة، شتي من أول مرة غادي ديري راه غادي تبان لك النتيجة. وغادي نخلي عشرين دقيقة. هنا من بعد ما دازت عشرين دقيقة غادي نزول داك السلوفان من الوجه، وغادي نغسل وجهي بالماء شوية. ما كنبغيش نغسل كاع وجهي بالماء سخون صراحة، غير بالماء بارد. وها أنا من بعد ما غسلت وجهي، راه ما دهنتش وجهي لا بكريم ولا بحتى شي حاجة، خليته هكاك طبيعي. صراحه انا راه كتبان من اول استعمال. او بصحه وراحه، نلقاكم فيديو جاي ان شاء الله.